بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. بعد 3 أيام على تنفيذه بنجاح، قوى الحرية والتغيير في السودان تعلق العصيان المدني وانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة، والحكومة تعلن تمديد العام الجامعي شهرا جراء الحراك الشعبي. أمريكا تعلن أن مصر والأردن والمغرب ستحضر مؤتمر البحرين الاقتصادي بشأن فلسطين، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يسقط مؤتمر البحرين. أبناء المسعف الفلسطيني محمد الجديلي يقودون جنازة والدهم بعد أن قتلته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك باختيار موضوعات الحلقة والتعليق عليها، وشاركونا. والبداية من السودان، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي بشكل مؤقت بداية من اليوم الثلاثاء. وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت إلى العصيان المدني لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين، في حين أعلن المبعوث الإثيوبي إلى الخرطوم أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي. مزيد حول تناول منصات التواصل السودانية للتطورات الأخيرة بالسودان نرحب بمهجة حسن تصحبكم في جولة السودان الآن. إليك مهجة. أهلا بك حياة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في السودان الآن، حيث نتابع أبرز المستجدات وأهم ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت قوى الحرية والتغيير في بيانها حول تعليق العصيان المدني: قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء 11 من يونيو 2019، ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من يوم غد الأربعاء 12 من يونيو 2019، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأوضح البيان أن العصيان المدني يشكل تجربة بارزة في تاريخ المقاومة السلمية، تجربة تؤكد عظمة وخبرة الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره، مشيرا إلى أنه خلال 3 أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدا وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية. في السياق ذاته، أظهرت الصور الواردة من السودان استجابة واسعة للمشاركة في العصيان المدني، حيث لوحظ تعطل المرافق العامة والنقل والخدمات البنكية وانقطاع الحركة بشكل شبه تام عن شوارع العاصمة الخرطوم. وتفاوتت الاستجابة في سائر ولايات السودان ومناطقه بين الاستجابة التامة وشبه التامة أيضا. نتابع هذا الفيديو الذي رصد اليوم 3 أيام العصيان في شوارع الخرطوم. الثلاثاء 11 يونيو اليوم الثالث من العصيان المدني الشامل، شارع الحرية، سوق الإلكترونيات، سوق بحري 11/6، شارع البلدية. العصيان المدني 11 يونيو 3 سوق الانتهين. وتفاعلا مع تعليق العصيان المدني الشامل الذي اعلنته قوى الحرية والتغيير، غرد محمد خالد تعليق العصيان المدني الشامل بمثابة استراحة محارب، ونرفع اسماءنا في دفتر الحضور الثوري متى ما طلب منا، فالشعب كله ثقة فيما تقوم به قوى الحرية والتغيير. أما هاشم فقد كتب: يا أخوان لا تتفاوضوا، لا تفاوض مع العسكر ده، يسقط بالعصيان إن شاء الله بعد شهر. ودون شعبان: العصيان سلاح ذو حدين،
طول مدة بيضر المجلس العسكري وبالمقابل بيضر المواطن. الناس تعيد ترتيب أوراقها ونرجع نعصي تاني، أصلاً ما ورانا حاجة، فك ولا فك. عندكم تجربة غاندي كمثال. وغردت روضة رمزي قائلة: لقد حققنا في الأيام السابقة تقدماً واضحاً، لكن المقاومة لا تزال مستمرة بأشكالها المختلفة. الحرب تحتاج لأكثر من سلاح، وسلاحنا سلميتنا. أثبت العصيان وحدتنا ومقدرتنا على التصدي لهذا النظام. متحدين كلنا على قلب سودان واحد. هاشتاج العصيان المدني الشامل. وكتب عثمان: العصيان المدني الشامل محتاج تجهيز من الشعب وتعبئة بصورة جيدة من التجمع، والحاجات دي ما حصلت في التجربة الفاتت دي. يظل العصيان كرت قوي جدا في يد قوى الحرية والتغيير، تستخدمه في الوقت المناسب وبصورة أفضل عشان يحقق النجاح المطلوب أكثر من الأول. وكتبت المدونة السودانية رؤى: ما عندي مشكلة مع تعليق العصيان، المشكلة إنه المجلس العسكري ما نفذ ولا مطلب ولا حتى رجع الإنترنت وأطلق سراح المعتقلين. قوى الحرية والتغيير بتعيد نفس الخطأ للمرة الثانية، تنازل من غير أي ضمانات حقيقية. ترامازول قال: الناس تهدأ، الموضوع ما خطير، الناس ما تدخل روحها في جو إحباط. الحرب كر وفر، البشير ما أسقطناه بالنجاحات المتتالية. كان في مواكب بتنجح ومواكب بتفشل، أيام بتنجح وأيام بتفشل. علينا بالاستمرار في توحيد الصف ومحاربة الإشاعات. النصر قادم لا محالة، ولا توجد سلطة أقوى من سلطة الشعوب. وأخيرا غرد صاحب هذا الحساب: العصيان ده بيكون أداة فعالة لما الحكومة تكون عايشة على اقتصاد الدولة، لكن حاليا العسكر بياكلوا من السعودية والإمارات، فهم ما فارق معاهم، الأكبر معاهم الإحراج اللي سببوا لهم وإبراز عدم الشرعية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيا بارزا سيزور السودان الأسبوع الحالي لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية سوف يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين. في حين قال حساب الخارجية الأمريكية بالعربي: إن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحهم وليس مجلسا عسكريا يعمل ضدهم. نستمر بالتزامنا تجاه مساندة ودعم الشعب السوداني إلى جانب شركائنا الدوليين في سعينا المشترك لتحقيق السلام. أصدرت لجنة الأطباء المركزية في السودان تقريرا بخصوص أحداث منطقة دليج في ولاية وسط دارفور. وقالت اللجنة في بيانها إن ما سمتها بميليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري الانقلابي تواصل توزيعها للموت المجاني على المواطنين السودانيين السلميين في كل مكان على حد وصفها. وأكد البيان أن ميليشيا الجنجويد أطلقت بالأمس الرصاص الحي على مواطنين في سوق دليج ولاية وسط دارفور. وإثر هذه المجزرة الممنهجة استقبل الأطباء بمنطقة دليج عدد 11 قتيلاً و20 إصابة حالة بعضها حرجة، وتم تحويلها إلى مستشفى زالنجي للعمليات الجراحية الطارئة وتلقي المزيد من الرعاية الصحية. وأضاف البيان: أكد الأطباء أن 9 مواطنين قد استشهدوا برصاص وعصي الجنجويد، ولم يتم التأكد من سبب وفاة الشخصين الآخرين أو انتمائهم إلى الميليشيا غير المسؤولية التي توزع الموت المجاني على المواطنين في دارفور منذ سنين. البيان قال: لا سبيل لحفظ الحياة وإيقاف توزيع الموت المجاني وسط شعبنا المسالم إلا بإسقاط المجلس العسكري وأذيال النظام الساقط وحل كل ميليشياته من جنجويد وكتائب ظل وجهاز أمن. كما نؤكد أن الثورة مستمرة حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية. دعونا نتابع هذا الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أحداث منطقة دليج ولاية وسط دارفور. نتابع. I'm not going to do it.
أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري في السودان شمس الدين الكباشي عدم عودة الإنترنت في الوقت الحالي، موضحا لن يعود قريبا لأنه يهدد الأمن القومي. وأقر الكباشي في حوار لصحيفة الانتباه السودانية بتجاوزات لضباط بالقوات النظامية في عملية فض الاعتصام، مؤكدا على أن المجلس شكل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتقصي في التجاوزات. وأضاف الكباشي أن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة، مشيرا إلى أنه من شروط المجلس للتفاوض مجددا مع قوى الحرية والتغيير رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السالبة في الأعلام حول جثث فض الاعتصام. ردا على تصريحات الكباشي، غردت الناشطة السودانية أسماء مرغني عبر تويتر: المجلس العسكري الانقلابي، الانترنت يهدد الأمن القومي السوداني ولن يعود قريبا. الحقيقة هو يهدد أمنهم هم وليس الأمن القومي السوداني. الشعب السوداني قادر على توفيق أوضاعه حسب الظرف والوضع وماضي في ثورته ولا يبالي بقطع إنترنت ولا غيره. نتساءل فقط عن موقف شركات الاتصالات العربية. حساب عزف منفرد قال: عسكر السودان، لن يعود الإنترنت قريبا. لماذا؟ لأنه يهدد الأمن القومي، نفس عقلية العسكر في بلاد العرب. حساب نبض الثورة كباشي لصحيفة الانتباه: لن نرجع الانترنت في السودان لأنه يهدد الأمن القومي، مجلس وهمان، هاشتاغ العصيان المدني الشامل. سعيد تمساح غرد ساخرا: العسكري في السودان، لن نعيد الانترنت لأنه يهدد الأمن القومي، جاوب على السؤال يا بهجت، تعرف إيه عن الأمن القومي. حساب سودان نيوز قال: المجلس العسكري يأمر بإيقاف خدمات الإنترنت عبر الكابل ADSL عن المواطنين، أسوة بقطعها مسبقا عن الهواتف المحمولة. محاولات مستميتة من المجلس لعزل السودان عن العالم وإخفاء ما يجري به من انتهاكات عن المجتمع الدولي، هاشتاغ العصيان المدني الشامل. حمو غرد قائلا: المجلس العسكري الانقلابي، الانترنت يهدد الأمن القومي السوداني ولن يعود قريبا. الحقيقة هو يهدد أمنهم هم وليس الأمن القومي السوداني. الشعب السوداني قادر على توفيق أوضاعه حسب الظرف والوضع وماضي في ثورته ولا يبالي بقطع انترنت ولا غيره. نتساءل فقط عن موقف شركات الاتصالات العربية. أما حنين فقد غردت قائلة: الكباشي، الإنترنت لن يرجع قريبا إلى السودان لأنه يهدد الأمن القومي. أي خطوة قبل رجوع الإنترنت مرفوضة رفضا قاطعا يا قوى الحرية والتغيير. المجلس عامل فيها بريء وبيقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لا، نحن بنقول المجلس مجرم حتى تثبت جريمته. دم الشهيد ما راح، لابسينه نحن وشاح، مكتوب عليه عديل فليسقط السفاح. حساب سوداني ردا على الكباش يقول: أولا، المهدد الأمني هي تحرك قوات ميليشيات لا رادع ديني ولا اجتماعي ولا قانوني لهم داخل العاصمة القومية. ثانيا، إذا خالف تعليماتك ضباط، إذن أنت ومجلسك غير جديرين بحراسة الوطن. ثالثا، الكف عن ما حصل في الاعتصام ضرب من ضروب الجنون، هل يعلم فاضت فيها أرواح مواطنين؟ طبعا حتى الآن مشاهدينا الكرام ليست هناك أي أنباء عن عودة خدمة الإنترنت رغم تعليق العصيان المدني، وسنتابع تطورات في نشرات لاحقة. وبهذا ننتهي من جولتنا في السودان الآن، وعودة مرة أخرى للزميلة حياة اليماني لاستكمال باقي فقرات هاشتاغ. إليك حياة. لك يا مهاج. وإلى الجزائر، حيث خرج آلاف الطلبة الجزائريين اليوم في مسيرات مناهضة لرموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة وعدة مدن ورفضا لأي حوار معهم. وكانت المسيرات قد انطلقت صوب ساحة البريد المركزي وسط حضور لافت لقوات الشرطة التي عززت تواجدها بالشوارع والطرقات المجاورة، كما ونظم طلبة وأساتذة ومواطنون مسيرات في عدد من المدن الأخرى، وهتف الطلبة المحتجون ضد رموز نظام بوتفليقة ورفعوا لافتات تطالب بسجن كافة المتورطين في قضايا الفساد من السياسيين ورجال الأعمال. وتعهد الطلبة بمواصلة المسيرات كل ثلاثاء ورددوا مناش حبسين كل ثلاثاء خرجين، بمعنى لن نتوقف وسنخرج للتظاهر كل يوم ثلاثاء.
واسم حراك الطلبة كان من بين الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. حساب شهد العسل كتب قائلا على واسم الجزائر وواسم حراك الطلبة: النضال النضال حتى يرحل النظام. أما هذا الحساب فكتب يقول: يعيش حراك الطلبة الأحرار، لقد أثلجتم صدور كل أحرار الجزائر. حساب آخر يقول: الطلبة دائما في الموعد والعبيد مساكين راهم يتوجعوا. إسماعيل يقول: خروج الطلبة في مختلف الجامعات الجزائرية دعما للجزائر الشعبي للحراك الشعبي، مطالبة بمرحلة انتقالية قصيرة محددة الأهداف يقودها شخصيات وطنية، تشكيل لجنة وطنية للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية واستكمال المحاكمات ضد رموز العصابة دون تمييز. إبراهيم هو الآخر غرد بقوله، قال: سئمت من هذه المسيرات لم أعد أقدر. فرد صديقه بثبات: يا رجل ما هي إلا 4 أشهر، حتى المرأة الضعيفة تقدر على تحمل 9 ولم تضجر. فأحمر وجهه خجلا وقال: أصبت ولأمضين منعكفا على حراكي، ومهما طال زمنه سأصبر. الله نصرك يا من على كل شيء تقدر، لا لحكم العسكر. حساب ديجوي يبدو أنه متشائما حيث نشر التغريدة التالية ويقول: الواحد بقى بيتعامل مع الثورات زي الحب، بعد الفشل الأول بقى خايف يتعلق بأي حراك تاني، بيبصلهم بحب وخجل من بعيد لبعيد، ذلك موسوما بوسم السودان والجزائر. المعلق الرياضي حفيظ دراجي كتب قائلا: فرق كبير بين من يفرح لمحاكمة رجال المال الفاسد إحقاقا للحق، وبين من يتشفى حقدا وانتقاما لأنه لم ينتفع في عهد فخامته مثل باقي الانتهازيين واللصوص. المقصودون هنا ليسوا عامة الناس الذين تحكمهم المشاعر والعواطف وحبهم لوطنهم في ردود أفعالهم، ومن حقهم التعبير والتعليق. أما صاحب هذا الحساب فغرد قائلا: لماذا الشعب لم يفهموا أن 6 جنرالات يجتمعون ويقدمون اقتراحات وحلول للأزمة في الجزائر، بينما الحاقدين يظنون أن القائد وحده ما يصدر القرارات؟ لولا الجنرالات الأخرى لما أصدر قرار القائد لوحده، فكفاكم هراء. مشاهدينا، فاصل قصير فابقوا معنا. لتبقى أقرب للحدث وقت وقوعه ولتكون الصورة أكثر دقة ووضوحاً، الآن بإمكانك أن تشاهد الجزيرة مباشر عبر تقنية HD عالية الجودة على الترددات التالية: 2 من جديد. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز للأنباء أن مصر والأردن والمغرب أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وذلك المؤتمر الذي يعد أو يعد الجانب الاقتصادي لصفقة القرن. من جهتها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في المؤتمر أو في مؤتمر المنامة الاقتصادي، دعتهم للعدول عن قرارها. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن صفقة القرن التي وصفها بصفقة العار ستذهب إلى الجحيم، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالمسائل السياسية قبل الاقتصادية. وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري مؤتمراً لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وتعهد القادة الفلسطينيون بمقاطعته. تحت وسم يسقط مؤتمر البحرين، غرد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبداية غرد سامي أبو زهري عضو المكتب السياسي لحركة حماس قائلا: ممارسة فريق ترامب الضغوط لعقد مؤتمر البحرين لن يكون له قيمة، وسلوك هذا الفريق يعكس حالة المراهقة السياسية التي أضرت ضررا بالغا بصورة أمريكا ومكانتها. صالح نعامي هو الآخر كتب قائلا: لا يمكن تفسير قرار الأردن ومصر والمغرب وبقية الدول العربية المشاركة في مؤتمر البحرين الذي ستعلن فيه صفقة القرن إلى
إلا على أنه مباركة عربية لإعلان ممثل الإدارة الأمريكية أن الصفقة تهدف لتمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية ويعكس تواطؤ العرب على تصفية القضية الفلسطينية. وليد هو الآخر يغرد من غزة قائلاً: نشطاء يطلقون دعوات للتغريد على هاشتاغ يسقط مؤتمر البحريني رفضاً لمؤتمر البحريني وكل المؤامرات ضد فلسطين. المحامي أو المحامي هو الآخر يقول: يسقط مؤتمر البحريني حق العودة والقدس وتمسك الشعبين الأردني والفلسطيني بأرضيهما هي مسائل عقيدة ووجود وغير قابلة للتفاوض. نذير يغرد قائلاً: يذكر التاريخ أن العرب اجتمعوا في الخرطوم عام 1967 وتمخض الاجتماع عن لآت ثلاثة: لا اعتراف بإسرائيل، لا سلام مع إسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل. ما أشبه لآت اليوم بلآت البارحة مؤتمر البحرين. الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي كتب قائلاً: أصله هي صفقة القرن، إذا دققتم فيما أوصلتنا إليه من كوارث انهيار المعنى وتآكل الأرض وتوحش المستوطنات والتعاون المعلن والمستتر مع الاحتلال وانقسام الصف وموت روايتنا عن حقنا وصعود رواية العدو وفساد النخب، فإن أصله هي فعلاً وحقاً صفقة القرن. بابا الشهيد حبيب الله. بهذه الكلمات المغموسة بالدموع كاد نجل الشهيد المسعف محمد الجديلي مسيرة تشييع جثمان والده اليوم، والذي استشهد الاثنين متأثرا بإصابته برصاصة إسرائيلية الشهر الماضي، وذلك خلال عمله في إسعاف مصابي مسيرة العودة شمالية قطاع غزة. وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان المسعف محمد صبحي الجديلي 36 عاما قبل أن تتم مواراته الثراء في مقبرة مخيم البريج وسط القطاع. واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيالا الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف الطواقم الطبية المسعفين وعرقلة عملهم في تقديم الواجب الإنساني للمصابين. ووصفت كيالا إطلاق الجيش النار على المسعف الجديلي بجريمة الحرب. دعونا نتابع. واسم محمد الجديلي كان من بين الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة وفلسطين بشكل عام. مؤمن زعيتر غرد قائلاً: طفل الشهيد المسعف محمد الجديلي يشارك في تشييع جثمان والده الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرق قطاع غزة. أحمد حسين يقول: مقطع مؤثر ومؤلم لنجل الشهيد محمد الجديلي يتقدم صفوف المشيعين المشاركين في جنازة والده بمدينة غزة ويهتف الشهيد حبيب الله. ودكتور عصام يوسف يقول: والشهيد حبيب الله، من يسمع صراخ ابن الشهيد في تشييع جثمان والدي محمد الجديلي. تامر المسحال زميل كتب قائلا: في غزة مسعف يقضي يقضى شهيدا متأثرا برصاصة قناص إسرائيلي، ولد الصغير في وداعه لدى وصوله المشفى، لك الله يا غزة ورحم الله ابنك المسعف محمد الجديلي. أدهم أبو سلمية يقول: الرحمة لشهيد الإنسانية ضابط الإسعاف الفلسطيني محمد الجديلي الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته برصاصة الاحتلال أثناء تأدية واجبه الإنساني شمال قطاع غزة. أميرة فؤاد تقول: فقدوا والدهم، صورة للشهيد المسعف محمد الجديلي من مخيم البريج وسط قطاع غزة وهو يحتضن أبنائه الذين لن يروه بعد اليوم.
عاشقة النبي نشر أو حساب اسمه عاشقة النبي نشرت هذا الكاريكاتير وقالت الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى وللأسف يسقطون شهداء كإخوانهم العزل. إلى متى هذا الحال؟ متى تستمر عن جهية الاحتلال؟ أين حقوق الإنسان في العالم؟ أما لينا الخطيب فكتبت بالدموع: وداع بالدموع والقهر، أطفال الشهيد المسعف محمد الجديلي يشاركون في تشييع أباهم في غزة. معتز أبو ريدة يكتب: لن يلتقط هذا المشهد بعد اليوم مرة أخرى، سيأتي العيد القادم والشوكولاتة في فم الصغار محشوة بالقهر. محمد الجديلي المسعف الذي التقى شهيدا على إثر إصابته في مسيرات العودة قبل أشهر وهو يؤدي واجبه. مشاهدينا، نهاية هذه الحلقة من هاشتاج. لكم تحياتي، أنا حياة يماني، وإلى اللقاء.